حلقة جديدة من كلمات سهلة جدا بننطقها غلط. هتلاقي في اسفل الفيديو الحلقات اللي فاتت اللي احنا عملناها على كلمات برضو كتير في الانجليش شائعة جدا ومع ذلك برضو بننطقها غلط. النهارده معايا 10 كلمات جديدة انا ومستر علي هنحاول ننطق لكم النطق الغلط عشان ما ننطقوش تاني والنطق برضو صح. اول كلمة معانا هي كلمة ايرون. ايرون مان طبعا عارفين ايرون مان فهي ما بتتقالش ايرون هي بتتقال ايرون. ايرون. كلمة secret. النقطة الغلط secret. مفروض نقول secret يعني سر. special. النقطة الغلط طبعا special وspecial دي دايما في محلات الكشري مثلا اوكي كمال special مش عارف ايه لكن النقطة الصح special مش special. promise. والنقطة الغلط promise. في ناس كتير بيقولوا جدا promise مش عارف ليه هي promise يعني وعد. نسبة في الانجليش النقطة الغلط percent. الناس كتير بيقولوا percent بس النقطة الصح percent. يعني نسبة المئوية. كلمتين دول مشهورين جدا واغلبنا بينطقهم غلط. كلمة going we doing هي going we doing. النقطة الغلط going we doing فانت ما تقولش اوي قول او doing going. هوتيل هي ما بتتقالش هوتيل هي بتتقال هوتيل. تويتر احنا بنقول عليه ايه تويتر اوكي. شهور مانس لكن النقطة الغلط مانسز تمام. بومب العيد بقى وكده وانت فاهم احنا بنقول عليها بومب لكن بالانجلش بام اوكي. لو الفيديو عجبك بليز شير اند لايك ثانك يو وما تنسوش تتفرج على الفيديوهات التانية اللي اسفل الرابط عشان تظبط نقطك 100%. يلا باي.